السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً عمال البلدية اليوم يظاهرون في القاطع الشمالي بسبب مستحقاتهم وبسبب الخدمات وعدم احترام الإنسان. مطالبكم؟ مطالبنا أول وحدة تفعيل الماستر كارد، الثانية تبديل المدير، مدير ما يحترم لا سائق ولا عامل ولا مناخذ. مدير يا قاطع؟ قاطع قسم الخامس أحمد العميدي. الثلاثة نريد الكراميات العوافز، شكو كراميات تجي، شكو فلوس تجي للعامل للسائق للمراقب للمسؤول ما توصل. جيب المهندس تجي الكراميات جيب المهندس. ثلاثة نريد الناس استراحة، هذا شهر كامل يوم يومياً حق من حقوقنا لنا 8 أيام بالشهر للسائق للعامل للمراقب إلى 8 أيام بالشهر، نريد لنا يومياً، ما نريد أكثر. نريد وقت للدوام من الصبح ونحل الظهر، الشفت الصباحي شنو الدوام؟ الدوام بالستة، الدوام بالخمسة، الدوام بالسبعة، يحلك بثلاثة. ليش بيه بثلاثة ضغط؟ هذا شفتين مو شفت واحد. لأن حقوقنا غير الماري، مظاهرة سلمية داعم حقوقنا. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. الكرامية تجي ياخذوها، ما نحصل كل شيء من الكرامية يخلطوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات، كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. نكرر التردد مرة أخرى، 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع سيكون عن الأزمة الاقتصادية في العراق، تأخر صرف رواتب الموظفين. الآن قبل قليل شاهدتم مقطع لعمال بلدية محافظة النجف، كيف أنهم يشتكون من تأخر صرف مستحقاتهم، من عدم إعطائهم إجازة، الامتيازات، الحوافز، المكافآت، كلها تذهب إلى جيوب أخرى غير جيوب الموظفين المستحقين لها. نتحدث اليوم أيضا عن خطة أو مقترح حكومي بتأخير صرف رواتب الموظفين لجعله كل 45 يوم بدل كل 30 يوم. هذا مقترح أيضا حكومي مطروح الآن. هناك انتقادات من داخل الحكومة لهذا القرار أو لهذا المقترح، وهناك تخوف حقيقة شعبي من عملية صرف الرواتب بهذه الطريقة، لأنه طبعا العراقيين بأمس الحاجة لهذه الرواتب، خاصة لأصحاب العوائل الذين يعتمدون على دخل شهري ثابت يعيشون عليه، وهو يجب أن يأتي في موعده حتى تستمر أو يستمرون في دفع نفقات الحياة المترتبة عليهم. وطبعا البلد الآن في وضع اقتصادي منهار تماما، وهناك أزمة خانقة حقيقة تعصف بالعراقيين وسط تحذيرات أممية من ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 40%، كما قال جينين هينس بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. عضو اللجنة المالية النيابية صادق مدلول كشف عن وجود ضغوط إقليمية تمارس على البنك المركزي العراقي من أجل تأخير صرف رواتب الموظفين. يعني لماذا العراق الآن دائما عندما نتحدث نقول بأن هذه الحكومة تتعرض لضغوطات ومؤثر عليها من الخارج؟ أين السيادة العراقية وأين القرار المستقل الذي لطالما صدع المسؤولون رؤوس العراقيين به؟ نحن أصحاب قرار ونحن دولة مستقلة ونحن لا نرضى ولا نقبل بتدخل الآخرين. كيف إذن يتحدث مسؤولون من داخل السلطة على أن هناك تأثيرات إقليمية لتأخير صرف رواتب الموظفين العراقيين؟ شنو الاستفادة من هذا الموضوع؟ أيضا موضوع العضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر تحدث عن أن الرواتب هناك مقترح لصرفها كل 45 يوم، وقال بأنه هناك أبعاد خطيرة لهذا الموضوع، منها اجتماعية وأخرى اقتصادية. إذن هناك أزمة مشاهدينا الكرام، أزمة صرف رواتب ومستحقات أصحاب الأجور اليومية، أصحاب العقود والموظفين في كثير من القطاعات الحكومية بسبب الأزمة الاقتصادية وخلو
خزينة الدولة من الأموال التي بإمكانهم أن يدفعوها إلى من يستحق من الموظفين، وطبعا إلى الموظفين بشكل عام. محمد من بغداد. حمد من بغداد، تفضل يا حمد. نعم، حياك الله. يسلمك الله، يحفظكم الله. الله يسلمك. محمود عمار حمد أحمد، حياك الله. عمار حمد أحمد، سؤال عندي سؤال بسيط. شبيه عمار؟ عمار حمد أحمد. شبيه؟ سؤال عندي كافية لطيف. شلون؟ طاهر. عمار حمد أحمد طاهر. شبيه؟ سؤال عندي كافية لطيف. والله ما أفهم إيش تقول يا سيد حمد. تسمع عن سؤال؟ نعم. تفضل. تسمع عنه؟ اي نعم. دار عن كاكا لطيف صادق نسيبه رايح يمه. طيب. نسيبه رايح يمه ونسيبه مطلوب داعش. سيد حمد، انا كل شيء ما افتهمت من حضرتك، ارجو منك تعاود الاتصال مره اخرى، الصوت بده يوصلني بشكل غير مفهوم. اعتذر منك طبعا، وحاول الاتصال مره اخرى، غير مكانك، يعني ما اعرف بصراحه، لان كل شيء ما فهمت والله. السيد ابو زينب من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. هاي قضيه الرواتب يعني اصبحت في مهزله. نعم. او الشماعه التي يعلق السياسيون عليها اخطائهم. نعم. للتغطيه على سرقاتهم الكبرى. كما ايضا صرحوا، وخاصه في حكومه اواخر حكومه عادل عبد المهدي. نعم. وبدايه حكومه الكاظمي. نعم. بان هناك انتخابات مبكره ستجري يوم 1/9/2020. طيب. بينما اليوم يطلع الخبر يقول لك 1/6/2021. لان هم يعني يقولون احنا مو مستعدين نسوي انتخابات. يقولون احنا ما جاهزين للانتخابات المبكره، الوضع لا يسمح. شنو هو الوضع لا يسمح؟ هو اصلا الناس ما يريدوهم. يعني هم راح يقحمون نفسهم بالعمليه السياسيه. يعني لحد الان ما فهموا رساله الشارع، لغه الشارع، بانه ما يريدوهم. اخذوا ذولا حراميه وهاي. نعم. قضيه الرواتب كل 45 يوم. نعم. هذه رواتب الموظفين. يعني انا اليوم حسبتها حساب بسيط. نعم. مثل ما يقول حساب عرض. نعم. ما بين البارحه سعر صرف الدولار 119 واليوم 124 و700. نعم. وانت عندك الحساب 5 و700 الفارق. نعم. اضربها في 8 ملايين، هم جاي يجيبون. نعم. يجيبون رواتب الموظفين والمتقاعدين. نعم. يدوروها بورصه الكفاح المشبوهه. نعم. سيئه الصيت براس الموظف المتقاعد، يقول له ما عندنا سيولة. نعم. طيب إذا ما عندكم سيولة، اللي راتبه 500 و600 ألف ما تقدرون تطوه، شلون راح تطون سلفة 5 ملايين و10 ملايين و25 مليون و30 مليون؟ نعم. لأنه هذيك ياخذوها بقدر السلفة مرة ونص. نعم. يعني يعطيك 10 ملايين ياخذها 15 مليون. نعم. وهم يدعون أنه حكومة دينية ثيوقراطية. ويؤمنون بالحلال والحرام والرضا وكذا. طيب ممكن ناس مرابين، يعني حتى ايران. نعم. ايران رب البخل، اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال 9 أعشار البخل في فارس ما سووا مثلهم ولا حتى اسرائيل. طيب ابو زينب، ابو زينب سيد ابو زينب، العراق فيه يعني مصانع، فيه تجاره، فيه صناعة، وفيه منافذ حدودية، وطبعا إذا نجي نقعد نحسب أو نعدد الثروات الموجودة بالعراق لا تعد ولا تحصى. الاعتماد الآن بس على النفط، لأنه لا توجد صناعة ولا يوجد استثمار ولا توجد زراعة ولا يوجد أي شيء. ليش أوصلوا العراقيين إلى هاي النقطة الآن؟ لا يستطيعون تسديد رواتب الموظفين، ودي يجروهم إلى موضوع 45 يوم. هو صح بعد ما أقر، لكن هو مقترح، وهذا مقترح إذا دل على شيء يدل على فشل، سياسات فاشلة. ليش أوصلوا العراقيين إلى هذه المرحلة؟ أبو زينب، سيد أبو زينب فقدنا الاتصال.
لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية مشاهدينا الكرام في العراق تقول إن العراق يدفع أكثر من 40 مليار دولار سنويا للتجارة الخارجية بالتزامن مع غياب الرغبة السياسية للعمل على الاستثمار الوطني بسبب تضرر مصالح الفاسدين والدول الإقليمية. يعني 40 مليار دولار يدفعها العراق سنويا للاستيراد، العراق لا يصدر شيء، يبيع النفط إلى النفط الخام إلى إيران ثم بعد ذلك يشتريه من إيران وهو مكرر. وطبعا الموضوع أيضا بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للمواد الغذائية، حجم تبادل تجاري يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار مع إيران فقط، وهذا طبعا باعتراف المسؤولين في الحكومة والجانب الإيراني. العراق لا، طبعا تبادل تجاري، احنا لما نقول تبادل تجاري يعني هو شراء من طرف واحد، العراق فقط يشتري لا يبيع، لا ينتج، لا يصدر شيء سوى النفط ويبيعه وبعد ذلك يشتريه مكرر. هذه الأموال أليست المصانع في العراق وأليست الأيدي العاملة هي أحق بها عندما يتم تشغيلها داخل العراق؟ لماذا يتم الاعتماد فقط على النفط وهو في صعود ونزول وانخفاض مستمر؟ يعني الآن في أزمة عالمية ليست فقط في العراق. المنافذ الحدودية، تتحدث اللجان الحكومية على أن المنافذ الحدودية تدر على العراق ما يقدر ب 8 إلى 10 مليارات دولار سنويا، تذهب أكثر من 80% منها إلى جيوب الميليشيات والفاسدين، وما يدخل خزينة الدولة لا يتجاوز مليار أو مليارين بالكثير يعني دولار، وأيضا لا يستفاد منها بالشكل الصحيح، أموال مهدرة بشكل كبير. وحتى هذه اللحظة لم يقم مصطفى الكاظمي أو حكومة مصطفى الكاظمي باتخاذ أي إجراءات للحد من الفساد المنتشر في العراق، وكذلك تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، ومصير مجهول حقيقة، لا نعلم متى ستحل هذه الأزمة. طبعا اللجنة الاقتصادية في البرلمان أيضا تتحدث عن عدم ثقة المواطن بالبنوك الحكومية، البنوك الحكومية والأهلية كذلك، بسبب موضوع الإفلاس المستمر أو السرقة التي تتعرض لها هذه الأمور، هذه البنوك. هذا الموضوع أيضا مرتبط بقضية الانهيار الأمني الذي يشهده العراق بشكل عام، ولا أمان على أموال الناس في البنوك أو المصارف، والتي بدورها طبعا هي معرضة للإفلاس ولا تساهم أو تساعد خزينة الدولة بأي شيء. من معنا الآن؟ السيد أبو علي من ديالة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. حياك الله، حياك الله، أهلا وسهلا. عين السيد حمد، بالنسبة لي عندي معتقل بالناصرية. نعم يا أبو علي. عندي معتقل، السيد محمد عندي معتقل بالناصرية. نعم. هاي من شهر الواحد لحد هسه ما سمعنا خبر عنه كل شيء. وتهمته مخبر سري، يعني مخبر سري. نعم. وما عنده شيء من اثر التعذيب ومن اثر القتل، وهذا اعترف، جابوا له اوراق ووقع عليها من وراء القتل ومن وراء كل المشاكل. نعم. وإرضانه وعنده ولد اثنين راحوا هاي المجازر صارت، هم ولد اثنين راحوا، واحد عمره 10 سنوات. نعم. وأذوني هسه ابني بالناصرية، أريد أشوفه، أريد أروح عليه، ماكو يعني على مود كورونا ما شنو نقدر نسوي. يعني هم مانعيك على مود فيروس كورونا؟ إي على مود فيروس كورونا، وما هسه أريد بس يخابرونا، أريد أشوفهم، أريد بس يخابرونا. نعم. والله سال محمد تعذينا بالقرآن، وإحنا مهجرين هسه طالعين من مناطقنا مهجرين. نعم. ليش ما تقدرون ترجعون لمناطقكم؟ والله ما يعني مناطق كلها ما راجعة، يعني بالمنطقة إلى راجعين 10-15 بيت راجعين، ما نقدر هناك نرجع. ما تقدر ترجع لأنه أنت ممنوع، لو لأنه مناطقك مدمرة. مدمرة، ماكو بيوت، ما عاد بيوت، ماكو، مدمرة. نعم. وهسه قاعدين يم الناس قاعدين في سبيل نمشي امورنا يعني شلون ما كان. نعم. الله يكون بعونكم يا ابو علي، واتمنى رسالتك وصوتك يوصل. انا اشكرك، كنت معنا من ديالى. ابو مؤمل من النجف، تفضل يا ابو مؤمل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. حبيبي ارحم والديك. نعم. فلوس ماكو بالعراق، احنا بالنسبه لنا بذاك الزمان وهذا الزمان، صحيح ما ليش فلوسنا وين راحت؟ نعم. فلوسنا من اجت هاي الاحزاب لحد الان
ما خلوا كل الميزانية تصيح ماكو ماكو. يا أخي فلوسنا وين؟ إحنا فلوسنا العراقيين وين؟ نعم. إحنا من يشوف قبيل يصيحون خلصونا من صدام هم كانوا شاردين بالخارج. هسه من إجوا إجوا سوونا للأسوأ مو للأفضل. نعم. والله يا أخي رجعونا للأسوأ. فلوس كل ما حكوا صاحوا فلوس ميزانية خالصة خالصة خالصة. وين الميزانية وينها؟ خلي يطلع لنا واحد شريف يقول أنا عم نضحى للعراق فلان 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 هو السارق. خلي يحكي ليش كل من يصيح أنا نزيه وغير مو نزيه. وين نعرف النزيه بعد ما نعرف المو نزيه من عندهم؟ والله دخنا يا أخي. يا أخي خلونا جاهن يبيع كننس بالشوارع. نعم. مرتنا تقدي وهذا الجاهل نفسه هذا الجاهل نفسه يا ابو مؤمل ينحبس 10 سنين اذا اخذ كلينكس اذا سرق كلينكس بينما اللي يسرقون المليارات هم يتمتعون بالحريه. يا اخ والله جزعنا والله. تدري انت مرات شوفوا شوفوا الشوارع شوفوا الشوارع بيوت بيوت حفر علينا بنى التحتيه ما عندنا حالنا من حال الدول. نعم. سيد ابو مؤمل اريد اسالك الحل شنو برايك ويا هكذا نماذج سرقة العراق سرقة البلد؟ الحل والله يا أخي الحل يطلعون أول شيء تفليش الأحزاب كلهم. ما نريد أحزاب. خلصنا من الأحزاب. شبعنا من الأحزاب. نعم يا أخي ما نريد الأحزاب. خليت عيدنا. نعم والله يا أخي شكل لك بعد حتى جزعنا أنه بدنا من كل جهة تجي للكهرباء ما كل الماء ما كل البناء التحتية ما كل الشوارع ما كل من كل حاجة. شوف هسه الصورة الأمامي شوفها بروح أبوك تكسر قلبك لو ما تكسر قلبك. سيد أبو مؤمل الحكومة رئيس أو عضو لجنة الطاقة النيابية صادق الصليطي يقول أنه حكومة المالكي صرفت على من عام 2006 لغاية 2014 على قطاع الكهرباء 32 تريليون دينار عراقي. وين هالكهرباء؟ يا اخي يرحم ابوك يرحم والديك. ما تجيب لنا عن بس موظف كهرباء مدني موظف كهرباء اجوره يومي ودعتك لي تعطي هاي الميزانيه من الصبح يسوي لك كهرباء للشعب العراقي من جنوبها لشمالها. نعم لا تجيب مهندس ولا تجيب يا اخي. مو هون قلت لك الاحداث اجتنا فرهدت العراق تفرهد الا بمعنى هذا الكلام اقول لك. واشكرك أنا أشكرك سيد أبو مؤمل من النجف. سيد تركي من الموصل تفضل يا تركي. يا أبو عدنا مساجين سنين الله يرحم والديك. نعم أي والله. وين مساجين؟ القصة من الفيصلية القصة لنا مشاكين ومنا لا دواش لا شيء. نعم جو شلام من قدامنا مشهور. نعم ليش صار لهم ايش قد مساجين قرايبك انت ابوك المعتقل لو منو تركي تركي نص صوت التلفزيون نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون بس. طيب فقدنا الاتصال مع تركي من الموصل. أرجو من المشاهدين الكرام من المشاركين معنا أن يخفضوا صوت التلفاز حتى لا يصير أكو صدى كما سمعتوا مع تركي. طيب إذا مشاهدينا الكرام بالحديث عن الأموال المهدرة اللي فقدها العراق بحكومات في زمن أو أزمان حكومات ما بعد الاحتلال لما نتكلم عن 32 تريليون دينار و 32 تريليون و 320 مليار دينار عراقي في زمن المالكي مدة من 2006 إلى 2014 يعني ما يعادل 88% من خطة مشاريع الكهرباء. لا يوجد تقدم لا يوجد إنجاز في هذا القطاع. قطاع الكهرباء يعاني. لجنة الطاقة النيابية تتحدث عن 62 مليار دولار يقال إنها أنفقت على قطاع الكهرباء لكن لا كهرباء. طيب غيرها وغيرها من الأموال التي أهدرت يعني الحديث المتداول في العراق الآن على أن أكثر من تريليون دولار أمريكي فقده العراق بسبب الفساد صفقات الفساد الصفقات المشبوهة سرقة المال العام وغيرها من هذه الانتهاكات على الحق العام من قبل من يحكمون.
أكثر من تريليون دولار أمريكي تكفي لإعادة بناء العراق على الطراز الحديث ويعيش فيه أكثر من 30 مليون نسمة بشكل يعني ينعمون بحياة رغيدة حقيقة. لكن للأسف الأموال وقعت بيد من لا يستحق إدارتها وهذه هي النتيجة. رحيم من البصرة، تفضل يا رحيم. كل المعاناة التي عانى منها العراق منذ تدخل العسكري إلى الاحتلال الأمريكي للعراق ولحد الآن. كل هذه المعاناة شديدة القوة على رمي هؤلاء الاحتلال الغاشم والحكومات التي نصبها الاحتلال والقوة التي نصبها الاحتلال المتمثلة بجيش الحكومة والميليشيات الإيرانية التكفيرية والاحتلال. كل هذه هي سبب المعاناة ما تحل منذ ذلك الوقت والا في ولا هذه القوة التكفيرية والعنصرية إما في الأحزاب الحاكمة والأجنحة العسكرية التابعة للأحزاب. كل هذه القوة التكفيرية والعنصرية مجرمة أكثرها إلى نظام المفاسد ونظام الاشتراكات. الله تحتك يا أخوي يا أخي. ثانيا الاعتقادات التي تلد منها تلك الاجنحه المتمثله بالميليشيات ومن بينها الحج الشعبي والميليشيات الاخرى التكفيريه المستثمره هي تقوم باعمال الاعتقادات والتعذيب في سجونهم المعتقلات وما زالت اكثر الناس اليوم على مختلف مناطق المحافظات الصغيره في الاستعانة مع ناس شديده. خاصه في المحافظات الشماليه. وما زالت الناس اللي فاقده الكثير والكثير من ابنائهم وما زالت سجونهم المعتقلات. الحج الشعبي الاعلانات الحج الشعبي المستثمرين الانجاب اكثرهم هم متابعين الى ولايه المغرب. لهذا النظام القمعي، نظام سيد رحيم انا اشكرك 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 شكرا جزيلا. كنت معنا من البصره، معنا السيد ابو محمد من جرف الصخر، تفضل يا ابو محمد. شلون حالك؟ انا وسهلا حياك الله. شلون صحتك؟ الله يبارك بيك الحمد لله. استاذ محمد احنا اهل جرف الصخر صار 6 7 سنين. شنو ذنبنا؟ شنو مسوي؟ يعني محمد شلونه؟ الله يسلمك يا ابو محمد، احنا دائما نسال انه ليش انتم ممنوعين من العوده وهاي الوعود الحكوميه اللي تطلق باعاده النازحين الى مناطقهم؟ انتم صار لكم يعني 7 سنين يعني ميليشيا حزب الله ماخذه جرف الصخر، يعني الحكومه وين دورها؟ وين دور الحكومه؟ عمي الحكومه كل دور مالها يا ابن عمي، والله كل دور مالها، حكومه عميله فاشله من 2003 ولحد الان كل شيء ما تسوي. لا سياسيين كلنا بيها حظ ولا الحكومه بيها حظ. وكل ما حيجي طار جرف الصخر، احنا شنو 7 سنين مشمورين بشموس بالخيم هاي سالتنا. من يتحمل 7 سنين بالخيم هاي؟ نعم. محمد مال خير ترجى من الحكومه؟ لا والله، اي شفت اراضي ما ترجى من وراها خير، ما دامهم طايرين ورا اهل العمايم وقالت الفرجعيه وحجه الفرجعيه. وربنا ما شاء الله ذولا كلهم يحكينا لسنا كلهم عملاوية ويا الحكومة هاي. طيب نعم، تقصد السياسيين يعني؟ والله يا ابو استاذ محمد انت احنا لا مساعدات تصل هالعالم هاي كاتل الجوع والضيم. الهجرة ما رمادي الله في لك كل 6 أشهر تجينا كاتل خاي تم حد يكتبوا هالشمس. نعم هي يا سكر هاي كرتون مال هجره ما توصلنا، حتى مال هيئه هذا مال المسلمين مالتكم ما توصلنا. ليش؟ ما ايش صار اليوم هاي سبب ليش ما توصلك؟ ما وصلتنا احنا ناجحين في الصخر، هاي ما وصلت ولا طبتنا. نعم. طيب ابو محمد الله يكون بعونكم طبعا اولا واخيرا، وانا اشكرك للمشاركه. القسم الاغاثي في هيئه علماء المسلمين وبالتعاون ايضا مع منظمه ام القرى في كثير من الحملات الاغاثيه يحاولون قدر المستطاع ان يوصلوا المساعدات الاغاثيه الى الجميع.
إن كانت هناك صعوبة بالوصول إليكم ربما لأسباب متعلقة بأماكن تواجدكم، قد يكون هناك تواجد للميليشيات أو القوات الحكومية يعيق عمل هذه المنظمات الإغاثية، لكن بشكل عام هناك جهد إغاثي تقوم به الهيئة. أبو محمد منجور في الصخر أحد النازحين في منطقة في إحدى المخيمات طبعا، يعني هذه أيضا هي رسالة توجه إلى المنظمات الإغاثية بأنه لا توجد مساعدات تصل إلى هؤلاء، فإن كانت هناك استطاعة أو قدرة فهذه رسالة موجهة، نداء استغاثة من عائلة نازحة، من فرد نازح ضمن عائلة ضمن مخيم كبير يعاني من الإهمال الحكومي، يعاني من نقص المساعدات، يعاني الكثير حقيقة، وممنوع من العودة إلى منطقته بعد 7 سنوات على ما قالت الحكومة أنه التحرير. فأين هو التحرير الآن والمناطق مدمرة والميليشيات تستحوذ وتسيطر على مناطق غيرها؟ الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. الشباب الزبائن الابطال اليوم اجوا مستشفى الطفل تبرع بلازمة الدم للاطفال المصابين بالامراض المزمنة. صار اكو حاجة سمعنا اكو حاجة بالمستشفى للبلازمة الدم اللي هي الاقراص، فجوا الشباب هنا وتبرعوا بالاقراص وجزاكم الله الف خير يا ابطال وما قصر. طبعا هذه المعلومه شباب نتمنى من كل 5 شباب 6 يتواصلون ويانا ونوصلهم لاداره المستشفى ويضلون على تواصل، لانه هاي الاقراص بسرعه تتلف، يعني كل يومين 3 هم يحتاجون وجبه زين، فنتمنى انه تضل على تواصل وياهم وما تقطعون بيهم، لانه هاي الاطفال حياتهم برغبتنا زين، فأتمنى أنه ما حد يقطع بيهم ونبقى نتواصل للمستشفى وإدارة المستشفى ونوفر لهم هاي البلازما الدم. حياكم الله، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نكمل الحديث اليوم بموضوع الحلقة عن الأزمة الاقتصادية في العراق وتأخر صرف أو تأخير صرف رواتب الموظفين، باعتبار أن الموضوع حقيقة مرتبط برغبة الدولة في صرف الرواتب من عدمه، وهذا ما صرحت به وزارة الكهرباء في وقت سابق، قالت بأن رواتب أصحاب العقود أو موظفي العقود جاهزة وكاملة للصرف، لكن التأخير من وزارة المالية. يعني إذا كان هذا الكلام صحيح فمعناه هو فعلا تأخير متعمد لرواتب الموظفين أصحاب العقود أو الموظفين بشكل عام في العراق الذين تتأخر رواتبهم عن الوصول إليها عن الوصول إليهم. الموضوع إذا كان تصريح وزارة الكهرباء بهذه الطريقة معناه فعلا هناك تعمد بتأخير صرف رواتب الموظفين، وهذا سؤال كبير يطرح إلى هذه السلطة أنه ما الأسباب التي تمنع من دفع مستحقات رواتب الموظفين إذا كانت هي فعلا جاهزة، وإذا لم تكن جاهزة فهي تقريبا حقيقة يعلمها الجميع أن العراق شبه منهار اقتصاديا الآن إن لم يكن منهار بالفعل. طبعا قبل أسبوعين ذهب مصطفى الكاظمي إلى منفذ زرباطي الحدودي و يعني زيارة وتوعد بمحاسبة المخالفين وما إلى ذلك. بالجديد الآن منفذ زرباطية وفي حالة تكشف حجم الفساد والفوضى في المنفذ الحدودي، أظهرت كاميرات مراقبة هجوم المخلصين الجمركيين على موظفي مركز جمرك زرباطية الحدودي مع إيران، بعد اكتشاف الموظفين للمركز موظفي مركز الجمرك أن هؤلاء المخلصين جاءوا ليحاولوا تهريب مادة الحديد، في محاولة لتهريب مادة الحديد بعلم من جهاز الاستخبارات وتواطؤ مسؤولين حكوميين. دعونا نشاهد هذا المقطع.
طيب المقطع يبدو غير جاهز. ابو حيدر من صلاح الدين، تفضل يا ابو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. تحيه الى كل قناتكم الكريمه. اهلا وسهلا. اخوي العزيز، من 2003 لحد الان حكومه ما عاد، يعني حكومه نعم. ميليشيات، حكومه محافظه، حكومه طائفيه، يعني تعجز توصفها هاي الحكومه الفاسده حاليا. نعم. وبدون استثناء، ما نذب على مكون، جميع المشتركين بالعمليه السياسيه جميعهم فاسدين، من شيعه السنه الكرد، ماكو بدون استثناء يعني. نعم. زين، ما حارين بمعاناه الشعب، ما حارين بمعاناه المواطن، كل من همه وهاي وضعه كل البوق والسرقه. نعم. وشلون يسوون اموال بالخارج ويبنون، ما عندنا يعني. العراق انتهى من جت هاي الشله الحراميه لحد الان، اقرا عليه السلام، العراق ماكو لا اكو مراقبه، لا اكو احد يراقب ضميره، لا السجون احد يباوع عليها. نعم. لا الفلاح احد يباوع عليها، لا المواطن الفقير الى احد ومسؤول. حتى المسؤول، انا ابسط مسؤول عندنا يمنا محافظتنا، نعم، ما له علاقه بالفقير، عليه بجرائده اذا هو امتلى، ولا هم ما يشبعون. نعم. بس اذا شويه اقتناع، هم يجيب ابن عمه ابن خاله، والضعيف والتعبان والمسكين. نعم. ما حد له علاقه به. نعم. كلهم يعني شله حراميه ذول الجوانب. علاج هاي الشله من الحراميه اللي توصفهم حضرتك ابو حيدر، شنو علاجهم؟ شنو الحل وياهم؟ والله لا، علاجهم هاي الانتفاضة، يعني ما طبهم غير الانتفاضة. الشعب العراقي كله يقوم عليهم ويرفضهم، لأن الشلة فاسدة دولة، ما يصطلحون يعني. نعم. أبد ما يصطلحون نهائيا. نعم. فدولة إذا مو بس الجنوب، لازم كل العراق ينتفض من شماله إلى جنوبه. نعم. على مود يرفض دولة هالطائفيين. طائفيين أخي العزيز، يعني الطائفية شلون تصير؟ نعم. حتى الحشد، هو هذول اللي يسمونه الحشد، هو مو حشد، ميليشيات مسيطرة. نعم. على مفاصل الدولة كلها. نعم. من مو بس الحكومة بغداد، من القرية حاكيك على مستوى قرية. نعم. وانت قائد لحد رئاسة الوزراء، كما تفضلت. نعم. قبل قليل حضرتك قلت هجموا على المنافذ الحدودية اللي هم مستفادين من عندها. نعم. ما يخلون هيبة، ما يقدر يفرض لا كاظمي ولا ابو كاظمي، ما حد يقدر يفرض. طيب. إرادته على الميليشيات أقوى من الدولة حاليا. أنا أشكرك يا أبو حيدر من صلاح الدين، وحضرتك تكلمت على هذا الموضوع، وأن الآن نشاهد مع حضراتكم منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، بعد أن وعد مصطفى الكاظمي بمنع ومعاقبة المخالفين، دعونا نشاهد المخالفين. هذا وبالاسود زين. السبب والله الاستاذ العزيز، كم لكم بحسان طلعت لهم ايان وياك؟ لا شنو المشكله يعني صارت؟ طب شو حتى بالاسود تركض وياهم؟ اي كان يجمع القوات، ترى مو يمهم يسوون هواي. ليش ما طلعوا السلطه طبعا على سحبناها؟ سحبناها عشان طلع نفس الشمو. خليها هسه ما سيطر انت، لا تاخذ. زين السبب اللي اعتدوا عليه شنو اشكال بال لا اشرح لي هذا داد زل القاضي. ها اشرح لي شنو هذا داد زل استاذ ياسين. من جو كان قاعد يمنع علي عنده سيارات رمبا محمله سليفون. زين هو السليفون محمله حديد، يعني دفن حديد دفن. زين فما فيش فوها الولد، عاشت ديم فوها، ما فيش فوها. اي اجا قام هدتهم، وين هدتهم؟ على الرمبا. زين بعلم ابو الاستخبارات. زين ابو المخابرات ابو الباشا. زين ما مشوا، صوروا السيارة والسيارة استحمت من الرمبو، رجعت اجوا الولد نايت يتفاوضون على اساس مشوا. جهاز الاستخبارات اللي كان مصطفى الكاظمي مسؤول عليه هو طرف من اطراف الفساد في العراق. جهاز الاستخبارات تواطأ مع مسؤولين حكوميين ومع المهربين للحديد، وعندما تم اكتشاف الموضوع اعتدوا على الموظفين في الجمارك. يعني هكذا تدار الدولة، هذه الوعود التي أعطاها بمعاقبة كل المخالفين مصطفى الكاظمي، أين التنفيذ؟ السيدة أم عبد الله من بغداد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك ولقناة الشريفة وكل أهلا وسهلا. أه
بعد اذا تقول حضرتك انه الحكومة حتقوم بعملية اقراض انه الشعب يصير 45 يوم. نعم. يعني معناها احنا ترى الشعب العراقي مضحك يا عراقيين. احنا مضحك لهذه الحكومة. يعني صار لنا من 2003 الى الان اريد انجاز واحد من الحكومة من الوزارات اللي صارت في العراق من 2003 الى الان. انجاز واحد. كل سدد وتدمير يعني اخذ وزارة النفط. يعني احنا ليش نستورد نفط من ايران واحنا نصدر ايران نصدر نفط وعندنا صناعات نفطية، الصناعات النفطية وين صارت؟ الكاسات النفط ليش موزعة على الميليشيات وعلى رؤساء الاحزاب؟ وزارة النفطية سوت لها يعني مشاريع إسلامية للشعب العراقي وبأجور زائدة حتى ممكن انه يعني تنطي للميزانية اموال فيقولها فلوس. يعني استاذ اريد وزارة التخطيط سوت مشروع منكو الزراعة، صارت وزارة الزراعة سوت مشروع زراعي ايش قسمة حقوق المحاصيل قسمة الحيوانات الاسماك والدواجن والمعامل كلها تسربت وراحت الى ايران. زين كل هذا احنا زين هاي الطيارات المسيره اللي برحه كانت موجوده في احد مقرات المنطقه الخضراء هاي من دافع فلوسها استاذ؟ هاي كلها من اموال الشعب العراقي لتدمير العراق ولحرق العراق وقتل العراقيين. وزاره العدل عندها قضاء مسيس، الوزارة الداخلية والسجون مليئة بالمساجين. يعني شنو اللي صار بالعراق في زين؟ يعني هسه احنا اذا صار هذا مال 45 يوم معناها دلالة على ان احنا ساكتين وراضين يا عراقيين، فما ماكو داعي انه نصل الى هاي اللحظة ان نطلب من الكاظمي انه يعطينا راتب حتى لو 50 يوم يعطينا راتب. طيب. على شنو هي يعني حكومة لو حسن يسمع قوله مع الحيوانات؟ طيب. أنا أشكرك يا أم عبد الله من بغداد، شكرا للمشاركة. معنا سيد ناصر من بغداد، تفضل يا ناصر. مرحبا أستاذ محمد. أهلا وسهلا حياك الله أستاذ محمد. بالنسبة للفساد، الفساد مو بس مالي. نعم. الفساد مفروض تتعاقب عليه وزارة الداخلية اللي استوردت أجهزة مع الكشف إذا تذكرت مع المتفجرات. نعم نعم. كلها مخشوشة ومدورة طلعت طرشي. وهي طبقات. نعم نعم. فالفساد وصل الى اتصور انا باحد الاحزاب استاذ محمد شنت. نعم. دزيت على مهندس وياي يشتغل، مهندس يشتغل وياي، قلت له طريقه سرقه شلون تصير عندكم؟ نعم. قال احنا ناخذ المقاوله على طول نبوق من العمق، يقول بالنص نبوق من عندها والله العظيم. كان هو وياي بنفس التنظيم، انا كنت بعد الاحزاب وطلعت من الحزب سنه 2014. نعم. زين عندنا احد المسؤولنا الحزبي، مسؤولنا الحزبي اللي مسؤول عليه هو وزير. سوى حفله ب 25 شده. والله العلي العظيم. تقدر تقول لنا حضرتك بيا حزب لو صعب عليك؟ والله استاذ محمد يعني معروف. انا متفهم، انا متفهم. لا لا احنا ما معروفه للاسف لانه عندنا 100,000 حزب بالعراق. يعني انا ميخال بس مو بالاحزاب، مو بحزب ديني. لا لا مو طيب. بحزب ديني حتى اكون صادق وياك. طيب مو بحزب ديني. نعم. سوى عزيمه يوم 2/8/2012 ب 350 مليون يا استاذ محمد. نعم. منين منين جاب هاي الفلوس؟ ما اعرف استاذ محمد، ولذلك ابتعدت. نعم. يعني ابتعدت لان شفت الحزب مالي حزب قاعد تعبر عليه، وهذا مهندس فيه مهندس يشتغل يقول لي انا ابوك بهذه الطريقه. نعم. فيا استاذ محمد شلون ما ينباب العرض؟ خصوصا اجهزه الكشف مال وزاره الداخليه. نعم. هاي بالمليارات. نعم. وراحت وانغطت القضيه هي قابل بس اجهزه الكشف يا ناصر؟ كم من صفقه فساد جاء بها من حكم العراق وادخلوها الى العراق على انها صفقات ذات قيمه وهي تطلع اصلا ما تسوى فلس؟ استاذ محمد الاجهزه اللي جابوها على شكل لعابات اذا تتذكرها قبل 8 سنين 9. نعم. على اساس انه هاي مولدات، على اساس مولدات. نعم. وطلعت العاب ناريه. فالفساد حتى اكون صادق وياك وانت بعيد يجوز على الحدث، الفساد بكل الوزارات بكل. نعم. المؤسسات. نعم. والله نعم. العلي العظيم فالمواطن العراقي صار عنده نفور
بس المواطن شو يقول لك؟ يقول لك وين اروح؟ وين اودي نفسي؟ انا لا عمل تتوقع أقول تتوقع يا سيد ناصر مصطفى الكاظمي نعم. يقدر يحارب هذا الفساد؟ نعم. والله ما اعتقد يقدر، لان ما دام ما 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 قدم قتلت المتظاهرين فاخذت عليه نظره الرجل. نعم. يعني لان المتظاهرين ما يطلعوا قتلتهم بمعنى هو غير موحد. هو بس هذا الوعد اللي ما حققه؟ كم من وعد اطلقه منذ ان تولى الحكم؟ استاذ محمد هو هوايه وعد، هواية امور وعدت انه نعم. القضاء على السلاح المنفلت والقضاء على كذا، لكن احنا هاي نريدها نموذج. لان هذا تم اكثر شريحه بالشعب، حوالي 800 جريح او نعم. 30-40 ألف. نعم. يا استاذ محمد. نعم. اذا هم اذا هم مو قد الحكم ومو قد كلمتهم ايه؟ ليش متمسكين به؟ الاطماع الماليه استاذ محمد، هذا رجال اعلامي جيد جدا انت. الله يسلمك. انا سيد ناصر اذا نجي نحكي عن رايي الشخصي، اوكي هاي امور طبعا معروفه، لكن انا احب اسمع من المشاهدين واسمع مشاهدين اخرين حقيقه. هذا الموضوع هو الهدف، هذا الهدف السؤال. نعم. الاطماع الماليه هي اللي هم لا يحبون العراق ولا يحبون شعب. نعم. ولا يحبون فقير، هذا كله ديكور. ايوه. انا اشكرك يا سيد ناصر، شكرا جزيلا للمشاركه. ابو حمودي من بغداد، تفضل يا ابو حمودي. مساء الخير. مساء النور، حياك الله. بك أنا بجاسم. أهلا وسهلا. أول شيء حييك وحيي قناتك الكريمة. الله يبارك فيك. الشريفة الطاهرة. الله يسلمك. العراقية الأصيلة. الأصيلة الأصيلة، معنى الكلمة الأصيلة من أقول لك. الله يسلمك. أستاذ محمد، رحم الموتاك والله العظيم، يعني أنا قبل كنت أحب العراق، أقسم بالله هسه أحس نفسي حالي حالي بانقلاب مش بالعراق. أقسم لك بالله. يعني وعود كاذبة. عمي معيشينا على البنج. نعم. بنج يعترف واحد تخص بنج مخدر. نعم. عيشونا على المغذي. فلان راح نطلعه وفلان راح نجيب. خلي يطلعوا لي سياسي المشكلة النوب المصري يا شعب العراقي. نعم. يا اخي انت الشعب العراقي يعني حتى لو صف اول ابتدائي والله العظيم هم يعرف الفكرة. يعني جاي يطلعونا على شاشات التلفزيون. يقول عمي احنا جاي نبوغ، جاي نبوغ احنا فساد. واحنا سراق زين. نعم. انتوا ليش ما تطلعون وتحاكمهم قدام هذا الشعب على مود خاطر الشعب يصير عنده مصداق، يعني ثقه بالحكومه مالته. يا اخي المشكله وحوت كاذبه هاي وحده. اثنين. نعم. الفساد بكل دوائر الدوله على عينك 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 عينك. نعم. عينك عينك والله اقسم بالله العراق مبيوع. طالما ايران طالما ايران هذا سيد ابو حمودي، انا اريد اسال حضرتك سؤال لان الوقت شارف على الانتهاء. سؤال سريع. جواب. الان كل اللي استقبلناهم، كل اللي استقبلناهم اليوم حلقه اليوم على الاقل، طبعا الاراء كثيره. ايه؟ يقولون الحل هو بالثوره اللي تخلصنا من هؤلاء. يعني طالما هذا الحل الكلام بموضوع فسادهم وبموضوع انهم فاسدون، هناك البعض يرى بانه لازم نعطيهم فرصه. هل بقيت فرصة لهؤلاء تعطى لهؤلاء أو لهذه الأحزاب، أم الثورة هي الحل النهائي وخلص؟ أستاذ محمد رحم موتك، أنت إنسان إعلام مثقف، يعني برغبة 600 واحد يموتون، 600 بشر يموت. نعم. ما يعني مع الطرف الثالث يعني شنو صار؟ بس يفهم يعني لابس طاقية الخفاق ما حد يعرفه. عمي كبيرك أول إيران، حكومتنا مدعومة من إيران، وخلي الشعب العراقي يسمعني، وخلي جوني البيت يشيلوني، عمي ما عندي شيء اخاف عليه، لا عندي عقارات ولا عندي عمارات، اقسم بالله وجودي وذهابي نفس العدد، ملينا عمي ملينا، الله وكيلك ملينا، الطرف الثالث من الطرف الثالث؟ ما حد يعرفه كاسمر، معقوله يعني كاسمر لابس طاقية اختفاء؟ عمي هاي لعبه الله وكيلك على الشعب العراقي، والشعب العراقي اذا ما ينتفض بها حظ كفيلك الله ننظر لا 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 راح نبقى عمرنا كل هالشكل مدلولين ذل. ايران تحكمنا، فلان يحكمنا، علان يحكم. عمي كافي كافي حكومه ايرانيه. عمي هاي الحكومه لا تتفجون من عندها خير. طيب. انا اشكرك يا ابو حمودي، اشكرك. طبعا نكرر دائما الاسئله. انا اشكرك سيد ابو حمودي من بغداد. نكرر دائما الاسئله التي ناخذ منها مثلا الاختيارات او طرح سؤال به خيارين على سبيل المثال، يعني موضوع بقاء الحكومة أعطاها فرصة.
لأنه للأسف لا يزال في المجتمع العراقي من يريد إعطاء فرصة لهذه الحكومات، من يعتقد أن هذه الحكومات قد تستطيع أن تحقق شيء أو تصلح شيء في العراق. كل ما يحدث باعتراف اللجان الحكومية، المسؤولين البرلمانيين، مو الجميع، البعض يقولون كل ما يحدث في العراق هي حلول ترقيعية، والشعب العراقي سئم من الحلول الترقيعية. هذه الأسئلة التي تكرر دائما وتعطى على للمشاهد قد تكون بسيطة، نعم، لكن الهدف منها هو للتذكير أو للتأكيد على الآخرين أنه لا حل في العراق سوى بالخلاص من هذه الحكومات كما يقول العراقيون. يعني كل ما نتحدث به، كل القضايا التي نعرضها في القناة، خارج القناة، المعارضة، الصفحات، الجهات التي تعارض هذا الحكم في العراق تقول بأنه لا حل سوى بالخلاص من هؤلاء، لأنه مهما تكلمنا لن يقوم مصطفى الكاظمي بإنهاء الفساد وسحب السلاح من الميليشيات وإصلاح الوضع في البلاد، ولا الأحزاب التي سبقت أو الحكومات التي سبقت الكاظمي، ولا من سيأتي بعد الكاظمي، لأنه نفس النهج. الفكرة هي بالخلاص من هؤلاء بشكل تام. سيد راضي من واسط في دقيقة واحدة، تفضل، حياك الله. سيد راضي، فقدنا الاتصال أو غير جاهز. طيب، فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرأ سريعا الرسائل. السلام عليكم، من أبو حاتم من الموصل يقول بعد التحية والسلام: العراق دولة قانون، وفي يوم من الأيام كان العراق دولة قانون ومؤسسات، واليوم العراق بقيادة ميليشيات الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين أصبح دولة خردة لا قيمة له بقيادة الفاسدين. في رسالة أخرى، شكرا يا أبو حاتم، بعد التحية والسلام أيضا، يقول أحد المشاركين: أقول للقاضي عبد الله محمد عبد المرعاوي الذي حكم والدي: حسبنا الله ونعم الوكيل، أنت تعرف جيدا أن والدي بريء من هذه التهمة الباطلة، لكن تريد أن تنتقم لأسبابك الشخصية. في رسالة أخرى: السلام عليكم، بهذه الأيام المباركة يقول: نسأل الله القدير أن يحفظكم ويحفظ قناتكم الشريفة التي تسمع صوت المظلوم، نناشدكم باسم الله العظيم، وبهذه الأيام المعطرة، أيام الحج الأكبر، بإيقاف الاستقطاعات من نخبة المتقاعدين من الجمعيات الأهلية، كسرة ظهورنا وتقليلها عرفنا به أطفالنا، وهذه أيام الحج الأكبر، والله لا يضيع أجر العاملين. محمد الشمري، يعني أشكرك، والله يكون بعونكم. قبل الختام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1.0727 أفقي، كما ظاهر أمامكم على الشاشة، على تردد على مدار القمر نايلسات. نكرر التردد مرة أخرى: 1.0727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.